لو هنتكلم برضك للوصف الصحيح بيحصل حاجة اسمها ترمير او تبرور العسل. العسل لما بيجي في الشتاء الانزيمات اللي هي فيه بتخليه يعمل زي شبيه السمنة المرملة. طيب العسل المصنع هل ممكن يحصل شكل ما او شبيه ليها؟ يحصل، بس الفارق ان الانزيمات بتاعة العسل اللي هي عملته زي الكريمة او زي السمنة المرملة عكس المصنع. المصنع بيعمل زي السكر خشن ناشف، مش كله يحصل له ترميل، لكن الطبيعي يحصل له ترميل من اسفل العبوة الى فوق. التاني يحصل في اجزاء كده ولما نمسكها لقاها خشنة صلبة تجرى حتى ضغط الايد، لكن التانية بتبقى ناعمة. ده الفارق ما بين ده وده. طيب بعض الشركات ومن اضطرها الثقافة طبعا بيحصل عملية بسترة العسل او تعرضه الحرارة بتقلل نسبة الفيتامينات بس بتكسر الانزيمات اللي النحل ضيفها اللي هي بتعمل عملية الترميل ده، فيحصل ان العسل يفضل سائل شتاء. وديت بنضطر اغلبنا يستخدمها لشكل التسويق لقلة الوعي. وكتير بنقول يعني مثلا يقول ايه ده انا عاوزه طبيعي، بعد كده اقول لا انا عاوزه يحصل له عملية المعالجة الحرارية علشان انا ما عرفش استخدمه او ما عرفتش استطعمه بالشكل دوت. فهي برضك حتى لو في ثقافة ساعات بيبقى المستهلك هو عاوزه بالشكل السائل بتاعه، ما عندوش ثقافة ان انا استخدمه بالشكل ده خالص. طب لو العسل حصل له هي مشكلة الترميل دي عادي ممكن ناكله عادي مفيش فيه مشكلة خالص؟ بالعكس انت محافظ على الفيتامينات بتاعته. ما قلتش، ودي انا شايفها هتبقى افضل يعني المستهلك. بس يعني اتمنى يكون الوعي العام